عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. قدامكم هنا في 11 طورة من طورات بلابل لاعب شهاب واللي هم بلابل الشجاع، من شجاع المانجا إلى شجاع الديناميت آخر بلبل ظهر من بلابل شهاب. قطع اليوم اللي حتكون سلسلة جديدة في القناة، وهي إنه بنكتشف من أقوى تطور من هذول الطورات. البعض ممكن يقول وبشكل يعني طبيعي ومفروض إنه كله يكون عارفينه إنه المفروض شجاع البيو هذا اللي نزل آخر واحد هو يكون أقوى واحد، بس حتكون في مفاجآت في مقطع اليوم، فتابعوا المقطع النهائي. جماعة الحين قبل نبدأ بوريكم شيء حصري موجود الآن في سويت تويز متجر مونستر بليد. شوفوا إيش موجود عندنا، لعبة تحدي 30، هي لعبة اليوتيوبر المبدع مساعد الفوزان، أكيد كلكم تعرف قناته وبرنامجه رهيب. سات هذه طبعا هذا الإصدار الرابع موجود بشكل حصري في السعودية عندنا إحنا سويت تويز. تطلبوها وتطلبوا أي لعبة من ألعاب سويت تويز، رابط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف. يا جماعة الحقوا على الكميات، بالذات هذه في منها بس 100 حبة. يا جماعة ان كل تطور مثلا شجاع المانجا هو اول واحد حينافس الطور اللي بعده اللي هو شجاع المنتصر اللي ضارب في الجزء الاول، حيفوز يا جماعة بين شجاع المانجا وشجاع المنتصر. مثلا فاز شجاع المنتصر خلاص حيواجه شجاع المتقد وزي كذا، حنقعد نلعب بعدين في نهاية المقطع حنسوي مثلا نزالات مختلفة، مثلا شجاع المانجا ضد شجاع الدينامايت. لايكوا شاركوا وعجبكم تنبيهات مجبنا سويت تويز حيكون تحت في صندوق الوصف، ويلا خلونا نبدا. زي ما قلت لكم شجاع المانجا وشجاع المنتصر في اول جولة، طبعا اللي يفوز يجيب له تحطه في شجاع المانجا. هذا النزال اول نزال انتهى من جوله واحده، ما نجحت نلعب جوله ثانيه، فكذا شجاع المانجا خرج المسابقه او البطوله. جاء دور شجاع المتقد اللي ظهر في الجزء اللي في اليوشن، وشجاع المنتصر انا اقول المنتصر حيفوز صراحه. اوه دبل بيبس الاثنين حطموا، قالوا تعادل الجوله الثانيه. نشوف انا على نفس توقع شجاع المنتصر حيقدر يحطم شجاع المتقد، حتى لو في الجوله هذه خسر بقوه الدوران، يعني ممكن شجاع المنتقد يفوز بقوة الدوران، عرفت كيف؟ خلينا نشوف. اوكي وشكله نزال هذا من جولتين، يب شجاع المنتصر خسر بقوة الدوران. الجولة الثانية اقول ان المنتصر حيفوز ويحط المنتقد، خلينا نشوف. اوكي اول ضربة، ثاني ضربة، حيخسر. والله كنت اتوقع المنتصر يعني يوصل لمراحل ابعد، لو الليير هذه يا جماعة بس انها ما انكسرت، بس هي شوف كيف الجناح حقها انكسر في مقطع من المقاطع، مع انها اصلية بس انكسرت، وهي هذه كانت اقوى لير، كان ممكن هذه تحطم شجاع المنتقد. الحين مع الشجاع البارق، على فكرة هذه احنا صنعناها، اخذنا القلادة من بلبل المقلد والليير اصلية وصمغناه وكذا صار شكله. حلو اول جولة غير محسوبة. حابين احنا نستمر في هذا المحتوى ننزل لكم مقاطع اكثر، اكيد نزل اللايك حيدعمنا مرة كثير. نحسبها. طبعا بابل هذا اللي صنعناه شجاع البابق يا جماعة، كذا في المشكلة ما يكون فيها اطلاق، فعشان كذا دائما نطلق كذا ضعيف وفاز، ما يبقى فيها وفاز من جولة واحدة انه نزال. خلونا نجرب هذا اللي قلت لكم انه قوي كذا ضد شجاع البابق، نلعب كذا كم جولة اذا فاز حخليه يكمل. حلو حتى مو راضي ينزل. تحطم والله. البركاني هذه النسخة هي يعني هم الاثنين تقريبا نفس القوة، بس انا اشوف انه هذه اقوى، فنلعب بالنسخة الاقوى يعني. يعني اشوف انه هذه في القاعدة كذا تحسوها سلسة اكثر من هنا. فيلا خلينا نلعب. اوكي ملاحظين كل تطور قاعد احط من الطور اللي اصغر منه واللي اضعف منه. انا قبل شوي قلت لكم انه هذه اقوى من هذه، فخلينا نلعب نزال بينهم ونشوف مين اقوى من الثاني من جولة واحدة. هيا اللي حيفوز هنا هو اللي حيكمل. هنا اقول لكم سالفتهم على السريع، هذه النسخه اللي كل الناس يقدروا ياخذوها، تقريبا كان سعرها 99 ريال سعودي، اما هذه تجي مع مجموعه وسعر المجموعه 400 ريال سعودي، فعشان كذا احط لكم نسخه خاصه، هي تجي مع اخيل وحلبه. هذول شجاع النفاث. هيا حلو شكله في بيس، شكله كذا يعني شكله في بيس. الجوله الاولى فاز فيها شجاع النفاث بقوة الدوران. فيلا الجولة اللي بعدها جولة ثانية. جولة ثانية. شجاع النفاث حطم شجاع بركاني. اوه ماي جاد 1-1 تعادل. طيب جولة حماسية أول مرة نوصل لهذه المرحلة، الحين تجي 1-1 الجولة الحاسمة. نحسبها. طبعا شجاع خرج. حنحسبها لأنه هو خرج لحاله. جماعة صار دور شجاع مهند. مهند شجاع البركاني. يسويها البركاني يا جماعة. خلينا نشوف.
فايز هو المهند واحصفه. جولة ثانية أنا أقول بوفان يقدر يسويها صراحة، قدم أداء حلو الآن يعني في الثلاث سواها ونتيجة 1-1 عادل. عادل شجاع مهند لا الحاسمة والأخيرة، شجاع مهند ممكن يخسر وغاد تقول هو شجاع مهند يخسر. إيش هذا الشجاع مكاني فاز على شجاع النفاس؟ شجاع مهند قلت لكم في مفاجآت في مقطع اليوم. تخيل هذا من الجزء الثالث فاز على واحد من الجزء الرابع. هنتقل لشجاع السوبر كينج. لو فاز عليه لو فاز يا سلام، لو فاز عليه شجاع مهند حيضرب لكم كود ستور هنا يعني، لان شيء خرافي صار في المقطع. يابا احصف شجاع السوبر كينج صراحه انا اقول مستحيل 2-0 لشجاع السوبر كينج. ننتقل للطوب اللي بعده. سوبر كينج حيواجه الشجاع القافز وتوقعاتي ان شجاع السوبر كينج حيفوز. واحد من القافز ما ادري كيف رجع الحلبة بس انه هو الفاز. هذه ما نحسبها لا ما نحسبها. كيف تحسب؟ خلاص هو طلع. خلاص نحسبها لانه قبل كده سويناها مع شجاع النفاث عشان ما يصير في ظلم وكذا. فالحين ننتقل للشجاع. اوكي هذا هو الشجاع الداينامايت في لسه بعد البيو. شجاع الداينامايت اوكي 1-0 2-0 بضرب واحدة خبز خبز حلب واخذ نقطة واتأهل للنهائي واللي حيكون ضد شجاع البيو. او النزال الاخير شجاع البيو شجاع الدينامايت. الاغمق هو شجاع البيو شكله هو اللي حيفوز. هذا هو شجاع البيو كذا واثق انه مستوى حيفوز او حيخسر. اوكي خسر يب بس شجاع الدينامايت على شجاع البيو 1-0 بما انها الجولة الحاسمة خليها 3 نقاط. سويها اوكي شجاع البيو انشط او لا شجاع الدينامايت اللي فيه يدوب بسرعة انشط من شجاع البيو. شجاع البيو ياخذ نقطة 1-1 تعادل. نروح للجولة اللي بعدها ما هي الحاسمة نقول نزام 3 نقاط. اوكي 2-1 شجاع البيو يعود بالنتيجة. ف 2-1 شجاع البيو متقدم. نشوف مين حيفوز الجولة الأخيرة. وبضربة واحدة شجاع البيو اللي كان متوقع انه هو يفوز والاغلب قال انه هو حيفوز فعلا فاز في نزال الطورات يعني واخذ المركز الاول. بس في نزال صراحة يا جماعة بسويه اللي هو شجاع البركاني اللي قدم اداء خرافي في مقطع اليوم ضد شجاع البيو اللي فاز باقوى تطور. نشوف مين يفوز بينهم. يلا انا حاخذ البركاني. واحد نتأ فجر هذا ايش فيه؟ لا جماعة حس كده في شيء حيصير في شيء كده خرافي حيصير يفوز مثلا. والله مستحيل يفوز قاعد يضربات مو قاعد هزاز هذا ايش ولا وتحطم شجاع البركاني كمان شجاع المنتصر. طبعا عبد الرحمن اليوم على وضع الصامت لابس سماعة كده وقاعد يصور بدون نفسه عارفين كيف. ويلا الجولة بعدها شجاع المنتصر خرج خلاص. شجاع النفاس شجاع النفاس بشوف شجاع النفاس شو يسوي. يا عيني اوه كان حيفوز باخر ضربه فاز شجاع. شجاع مهند شجاع مهند شجاع البيو. يلا اخر نزال في مقطع اليوم. ما في ضربات لو كان في ضربات كان شجاع مهند ودع من زمان. حلو اللي بعد شجاع الباب حطم. ايش هذا هذا من جد قوي يا جماعه ايش فيه حطم كل الطوبات. ففي نهايه المقطع اقوى طور من طوبات البلابل اللي هو بلابل الشجاع هو شجاع البيو. فبس هذا كل عندنا. انسوا لايك واشتركوا في القناه. وصلنا لختام. شكرا على مشاهدتكم. المقطع الجايه ومع السلامه.